معكم اليوم احنا باربيل التقينا ويا الشيخ ثائر قرب هذا صوت بيطه صحيح التقينا ويا كل اخوان اهل اهل العراق واقليم كردستان مين دول؟ وان شاء الله يا رب ان شاء الله يوم نلتقي باحسن الظروف بكردستان وبغداد وكل مكان ان شاء الله جهودنا موحده وجهودنا موحده وكل الناس اللي موجودين هذا مو ثائر البياتي تفلا هلا ولا بس الله اللي يستر للرعد سليمان ما يلتقي بثائر البياتي اذا مو اكو اقتراع له موضوع راح يحب البشريه ايه خاف عبد الله الخربيط رعد سليمان واحد يطنطن بالقليب لا تركه بظهره شيخ ثائر البياتي وانت تعرف انه شيخ ثائر البياتي ما اريد تزلمه رجل ارجع قلت لك اقص روس رجال جرابيع والله ما علي خلق جرابيع الله يستر عليك شنو ما سمعت ايش قال على ثائر البياتي ورعد سليمان جرابيع والله ما علي خلق جرابيع الله يستر عليك هاي انت تشوفهم جرابيع بس الواقع يفرض نفسه ويقول انه الداينامو لإقامة الاقليم السني واللولب الرئيسي لتدويره وانطلاقه هم ذول القطبين الرئيسيين البياتي ورعد سليمان لان الامكانيات اللي عندهم ما تقدر تتخيلها شنو من امكانيات عملاقه شلون تقول عليهم جرابيع عيب احنا ناس خريجين وفاهمين وقارين صح 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 وانا على اطلاع كامل بمؤهلات شيخ رعد وعندنا معرفه بأطروحاته وابتكاراته حتى أتذكر العام أو أول العام يمكن افتتح بالأنبار المصنع العالمي النووي لإنتاج روبوت الجزم هو ثائر البياتي أكثر من مرة ترشح لجائزة نوبل للعلوم لعد شلون عبد الله الخربيط يقول عليكم جرابيع شيخ رعد وكان ويا العلاسة كان ويا القاعدة أصلا هو كان ويا القاعدة شنو شيخ عبد الله الخربيط كان علاسه ويشتغل ويا القاعده لا يا الكعبه يابا بينما انت خطيه كنت طير حب كناري مالك اي علاقه بهاي الجماعات المتطرفه لا من قريب ولا من بعيد كناري احنا اذا جاء الحشيد راح نصطف مع داعش هاي نقطه راس سطر معروفه لد وهسه وبعد اقولها بعد 100 سنه انه بذكريني ما اتنازل انا على حساب من على حساب شنو؟ ولك شنو من تاريخ عندهم ذولا؟ واحد أمه لبنانية وكان علاسة ويشتغل ويا القاعدة، والثاني كان حاط ايده بيد داعش ضد القوات الأمنية. تاريخنا خايس. إيه من تدرون تاريخكم خايس؟ ضروري تطلعون بالقنوات تشروه واحد يسب الثاني وواحد يفضح الثاني. لحد الآن لا استعملنا سلاح ضد بعضنا ولا أطلقنا النار على بعضنا، وبرات يتعاركون بالنهار وبالليل تجمعهم الكيولية. فيقعدون بحفله سوا وكله على حظ لابو فلان وعيون ابو فلان ويطقون فوقهم تشيلات وضرب رش فلوس خلافات بين السنه اخف والله يا ابو يزن ما اعتقد الكاوليه هالمره تقدر تحل الخلاف اللي بين ثائر ورعد والخربيط لانه هذا يقول له علاسه بالقاعده وهذا شبه بالزمال